بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول عبده وعلى آله وصحبه أنصاره وجنده ومن أحبهم تحابهم إلى يوم وعيده ووعده. نتابع فنقول في نظم اللمح في لمح النظم تقريب الفهم. قلت في بيان لجنة الكتابة في العهد العثماني ولجنة المصاحف المحترمة ضمت رجال عدوا في المقدمة فكاتبون وفاتحون ومدرك خليفة نعم الأولى قد أدركوا وزيدهم أنصاري الأرومة والباقي حقا شرفوا بالخدمة والباقي منهم شرفوا بالخدمة. زيد سعيد زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي وهذا كاتب وحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين معروف. والفرضي أفرض أمتي فيقال نت في ترجمتي الفرضي. فكاتبون وفاتحون سعيد بن العاص من أصحاب الألقاب فاتح هو الذي فتح طبرستان ومدرك. شكون هذا المدرك؟ هو سيدنا عبد الرحمن بن الحارج بن هشام هذا خدم مخضرم تبيعي مخضرم احنا أدرك النبي ولم يره يعني وله 10 سنين تقريبا لكن يتيسر أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم فعد في المخضرمين. وتبيعون قد أدرك النبي زمانه ولم يره فهذا يقال فيه مخضرم هذا ومدركوا. وهذا الإدراك هناك من جعلهم في آخر طبقة الصحابة كصاحب الإصابة فقد ذكره في الصحابة في باب من أدركوا المدركوا من أدرك زمانه ولم يرى فكان. ومنهم تقول عقبة بن نافع هي أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم سنتين ثم لكنه لم يتسلم يكون هناك حتى يرى هنا تبعي عقبة بن نافع فاتح خليفة هو عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير ابن أشمع من أبي بكر الصديق وابن حواري رسول الله الزبير بن العوام. هذا سيدنا عبد الله بن الزبير كان خليفة للمسلمين في أمصار كثيرة من الحرمين. نعم الأولى قد أدركوا كل أدرك ما وصفا رفعه كاتب وفاتح ومدرك خليفة للخلفاء حتى عد فيهم الحسن بن علي كرم الله وجه عد في الخلفاء وعد عبد الله بن الزبير في الخلفاء ومن نص عليهم هذا سن الذهبي في التاريخ هذا كانوا من الخلفاء. وزيدهم أنصاري الأرومة الأصل والباقي منهم شرفوا بالخدمة خدمة الوحي. زيد سعيد ثم تبن للزبير بالحارث المخزوم جل من خبير. والحبر زيد بن عباس هناك من جعله من تتمة لجنة كأنها لما احتاجت إلى من يعينها فإليهم سيدنا عبد الله بن عباس وهذه الرواية صحيحة إضافة كملت وسعت اللجنة بوضف. والحبر زيد وكاد ابن عمري عبد الله بن عمرو بن العاص الذي جعل بدلا من سعيد في رواية لكن هو الأصل فيه أنه من تشمتي فتمت الست فداهم عمري. والحبر زيد وكاد ابن عمري فتمت الست فداهم عمري هؤلاء هم اللجنة. ثم إن صنيع سيدنا عثمان أنه أنفذ مع كل مصحف من مصاحف الأئمة إماما في القراءة حتى يكون أيضا عند إرسال سؤال أو إرادة اختلاف أو استفسار يرجعوا إليه. ولذلك المنفذون هذه الرواية يعني واتقها سيدنا الجعبري ونسبها إلى كتاب اسمه زاد القراء وله رواية وقصة طويلة. والمنفذون مع مصحف الإمام
والمنفذون مع مصاحف الإمام للمدني الجيد. لما استبقى مصحف المدني بالمدينة أمر زيد بأن ينصبه للناس، أن يذكر الناس بأنه كذا. وهذا الذي سينتهي إلى سيدنا نافع قارئ المدينة، وسينقله منه الغازي بن قيس الأندلسي، والذي سيدخل هجاء السنة بالرسم، رسم المصحف العثماني هذا المدني إلى قطر الأندلس ومنه إلى المغرب، وهو يعني أبعث مصدر في الرسم، أوثق وأقدم مصدر اسمه هجاء السنة. يعني السنة هنا رسم المصحف الذي جمع عليه الصحابة، هجاء هو المرسوم، إذن الأداء هو النطق، هجاء القرآن أداء، ورسم القرآن هجاءه، قالوا الهجاء هو المرسوم. وكثيرة يعني العناوين تحمل هجاء المصاحف معنى مرسومها. لماذا؟ لأن الذي كان يكتب كان يملى عليه بالحرف، خصوصا عندما كانت مصاحف معنى لا تكتب، لا تضبط على المقروء، فيقال مثلا في مالك يوم الدين التي تقرأ مالك مكتوبة في المصاحف إجماعا بالميم واللام والكاف، فيملي فيقول له اكتب ميم أو ما ما لا ك، أنا باش يسمي باش ما يكتبش لي الأسماء ميم، فيكتبها ميم ولام وكاف ولا يضبطها. فإذا الطريقة تاع الضبط المرسوم هي هجاء وتهجيته، والتهجية تقصيع الأحرف على مقاصد الهجاء بحلقه، فمنها مسمى ومنها اسم. وإذا كانت الكلمة مجموعة فإنها تملى على المسمى. قال واحد كيف ينطق بالجيم من جعفر؟ قال له جيم، قال الآن انطق نطقت بالاسم لا بالمسمى، أما المسمى فهو جه. وانتبهوا مع هذه شوية زوية أخا بنا، نرجعوا شوية للكتاتيب ولكن أشرح لابد منه، انتبهوا لي شيء أدرجناها في الوسط. إذا القلد سيدي والحبر زيدة، نعم نعم سيدي، والمنفذون مع مصاحف الإمام للمدني زيد، المدني العام، وبقي له زيد بن ثابت، هذا كله إمعان في التوثيق. للمدني زيد وسائب حرام، عبد الله بن السائب، إمام هذا طبق ترجمته في الطبقات، طبقات قراء مشهورة، حرام معنى حرام، أرصد لمصحف مع أنفدا مع مصحف مكة، اللي هو مصحف الحرام المكي، الحرام والحرام بمعنى واحد، هذا مسجد حرام ومسجد حرام، معنى حرام انتهاكه، حرام أن يقتل فيه أو أن يفعل فيه ما لا ينبغي، حرام قدسي له قدسيته. والسلمي مع كوفيين، وعامر السلمي أبو عبد الرحمن السلمي إمام أحد تلاميذ سيدنا عبد الله بن مسعود، وهو الذي ورد عنه حديث المعروف، حديث آخركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا تولى بعد سيدنا عبد الله بن مسعود الإقراء بكرسيه في الكوفة مكث 30 سنة. قيل له إن الناس بحاجة إلى علمك وفتاويك، وعرف أن الزمان زمان فتنة في العراق، فكان يقول لهم إن الذي حبسني أو أجلسني مجلسي هذا 30 سنة حديث سمعته ورواه بسنده من رواية سيدنا عثمان، هو خيركم من تعلم القرآن، مادام خيركم فكيف أغادر هذا المقام، مقام الخيرية إلى غيري أو ما هو أدنى منه، فكان يقيم نفسه بمقام الخيرية، هذا الصديق بالواحد. والسلمي مع كوفيين، أرسل مع المصحف الكوفة، وعامر مع بصريين، عامر بن قيس هو أبو بريدة، هذا ابن سيدنا أبو موسى الأشعري اللي قال مش عاصم في وجه مزمارا، هذا الصحابة ابناء الصحابة، وكانوا على نهجهم ويحفظون كحفظهم، تولوا الأمور من بعده، هذا جيل التابعين بإحسان. وعامر بن قيس مع بصريين، شام مغيرة، المغيرة بن شهاب، وإذن أرسل مع مصحف الشام، السلمي مع كوفيين، وعامر
مع بصريين شام مغيرة ذكروا. إذن هذو تسميهم المنفذون بالذال المعجمة منقوطة، المنفذون مع مصاحف الخمسة إلى الأقطار الخمسة، وهم أئمة، تهم إرسال احتياطي، وإلى الناس يعتمدون قرأوا كما علمتم. كل هذه قلنا من أجل توحيد الأمة، ولذلك الحمد لله بارك الله في هذه خطوة الجمع، فكانت هي التي صارت فيما بعد على كل الأقطار. وبقي اعتمادها فيما سبقا بين لكم البيش بن عاصم رحمه الله، وصحة اللغة وصحة النقل بوفق المصحف ولغة الشرط بكل الأحرف، وصحة النقل أن يصح النقل، وصحة النقل تتبدأ بالأحاد إلى الاستفاضة إلى التواتر، كل هذه أقسام للصحة، لأن المتواتر في قمة الصحيح وإليه المستفيض، ثم بعده الأحاد وهي ما سوى المتواتر وسوى المستفيض على القول الأدق، ما لم يستفيض وما ليس متواترا فهو أحد، وما سوى ذلك أحد بن حزر، يعني في النخبة اذهبوا إلى أن ما سوى المتواتر أحد حتى ولو استفاض واستهب. إذن تم جمع المصحف وتوحيده وأرسل إلى هذه الجهات، وظلت المدارس على صرتها تقرأ بالنقل الذي تواتر عندها وصح، فإن اختلف مختلف رجعوا للمصاحف، وقام علم بالكامل على هذه المصاحف ونقل إليها، ومن أجلها كتاب المقنع سمعت لكم، كتاب التنزيل سلمان بن أبي نجح، والذي نظمه الخراج، يعني نظمه المنصف في رجزه، منصف البلنسي، هذا الرجز إذ لا يزال فقودا محفوظة فيه أبيات معجوجة، المنصف لإمام البلنسي، وهو من أصول نوريج، أصول المورد، كتب انتهت بالإسناد إلى معرفة هذه المصاحف ومكانها، وكان القراء الكبار عندهم صورة لمخطوط المصاحف منصوصة، وهو الذي حكاه لنا غازي بن قيس حين قال أخذت هذه الصور هذه من المصحف، كيف في المختلف من المتفق عليه فلا كلام، ما كانوا يكتبون المتفق كانوا وعاملوا ونحوها، وإنما يجي الكلمات المختلفة بالحذف، المختلفة بالإبدال، المختلفة بتقديم وتأخير، فكانوا يجبطونها أو بفكنها ووصل، فكانوا يجبطونها، فكان يقول أخذتها من مصحف نافع لما قرأت عليه وقابلتها 13 مرة، وجاء به جيش بخلاصتها جاء السنة إنما هو التقى. والإمام الداني انتهى إلى الكتاب، وكان من مراجعه في كتاب المقنع، ونقل إلينا من انتهى إليه من ذلك رحمه الله الجميع. ثم لو أردنا الإطلال على الفصل الموالي أو الفصلين أو البابين المواليين ويجمعهما جامع وناظم، وهو مبحث المعرب ومبحث الإعجاز. أول السؤال دائما وجه الترتيب الصلة من هذه المباحث. القرآن قطعا نزل باللسان العربي، نزلناه قرآنا عربيا، آية أخرى بلسان عربي مبين أي بالغ الإبانة والإفصاح، فحدد حتى درجة عربيته، وأنه لم يكن من أطراف، يعني من عربية لم تكن عربيته عربية الأطراف، عربية الأشراف، معناه عربية التي كانت خالصة، يعني بلغت قمة فصاحتها قبل نزول الكتاب. وهذا تمهيد لشرط، شرط في الإعجاز، إن شرط المعجزة أن تكون في مظنة التحدي، أن تكون فيما بارع فيه القوم الذين تحدوا بالمعجزة. والعنوان الكبير اللي دائما تنطلقوا منه أن القرآن الغرض الأساسي من نزوله وتنزيله شنو هو؟ شنو يخدم القرآن؟ الهداية. وآيته على أنه كتاب الهداية والمنزل من الهادي الذي هو الله، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، هو آيته والدليل الذي يصدق كونه إلهي المصدر.
فآيته الإعجاز وغرضه ومقصود أكبر منه الهداية بامتياز، هو قوله تعالى يدي للتي هي أقوم، مش الهداية في أبسط درجتها، كما سيجينا إن شاء الله عند قوله تعالى يهدي الصراط المستقيم، وأنها تعني تدخل يدخل تحتها صور الهداية الخمسة أو الستة أو السبعة على ما رتبها أصحاب الباحثين في معاني الهداية، من هداية الفطرة إلى هداية النظرة إلى هداية قرب الحضرة إلى الهدايات الأخرى المفتوحة في إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويغفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم. شرط المعجز أن يكون المتحدون بالإعجاز، لأن الإعجاز أو التحدي هو أن تطالبه بأن يأتي بمثله، خصوصا أنهم قالوا ادعاء لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا هو قلنا من فمك أدينك، من فمك أو من فمك أدينك، جي أشي بمثله ومشي بمثله بصورة من مثله، وهي رابعة آية التحدي. التحدي وقع التدريج التدرج، وهذا فيه إمعان في التحدي، نتحدك بالمثل ثم تنزل إلى عصر ثم إلى صورة ثم إلى صورة مثلية ثم إلى صورة من مثل، تبقى معي صورة مثله وصورة من مثله، وهذا دقق أهل العلم فوجدنا أنها مختلفة عن صورة مثله، أن تقول هذا مثلك وهذا من مثلك له صلة بالمثلية، وجه من وجوه التماثل وليس كل التماثل ثم التطابق. وسيتضح لكم إن شاء الله بعض هذا في بيان الأوجه متكترة للإعجاز، وإن كان المدخل إليه كما سنرى إن شاء الله بيانيا، ما تعجلوش على اليد ولا قدمت شي فصل الإعجاز على فصل تنقصوا هنا شيء وتروحوا تزربوا شوية وصحيح قدم وأخر، فين قال الشيخ خليل؟ يعني في السجود، السجود الباجي هيك قبلي داروا باجي ولا شيء وصحيح قدم ثم فين جابوا الله أعلم، مش باقي شي واحد يطلع المختصر ولا والو، ولا كل شيء اختصر الطريق كاع ورجع من الطريق. المدخل إلى الإعجاز بياني، وهذا الذي سينصره ابن عاصية رحمه الله حين أورد في الإعجاز ما ذكر فيه بغاية الإنصاف، وهو أن هناك قوما قالوا التحجي حصل بالكلام الإلهي، وقال آخرون أنه حصل بما في القرآن من علوم الغيب، من يقدر على أن يأتي بعلوم الغيب؟ فرد هذين بأن هذا المتحدى بهذين هو المتحدى بالقرآن الكافر، أما المجتهدي والمتقبل فلا معنى لأن يتحدى لأنه مؤمن بأن هذا القرآن من عند الله، إذا المتحدى كافر، ولذلك آية التحدي كلها في القرآن، في القرآن المكي إلا آية البقرة، ولها سر خاص في إن جاءت في أطول آية في المدني، يا ناس إن كنتم في ريب من البعث، يا ناس كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، جاءت في المدني وجاءت بصيغة خاصة وهي من مثله، انتبهوا نجي خصوص موضعها وخصوص متنزلها مدنيا وخصوص صيغتها المزيدة غرابة دون نظائرها، فإن شاء الله خصوصية ثلاثة ينبغي البحث فيها لتدقيق المقام. قال المتحدون كفار، وإنما يكون مثلا ذكر مثل هذه الأشياء حتى في سياق نوع من التحدي، إنما تكون هؤلاء مؤمنون، يعني أن الإنسان من شيء قبل أن القرآن كلام الله ووصفه القديم، أنه مرتبط بصفة، صفة التكلم وهي صفة كمال إله علي، قال هذا أولا
في تحدي بشيء أزلي لا طاقة الإنسان به، والإنسان إنما يتحدى فيما يقدر عليه. كما يمكن تحدى الأعمى بالرؤية وفاقد العاجز يعني بالسباق، لا أبدا، أجل تحدى مطلوق الرجلين والساقين بالعدو، وصاحب الرؤية القوية بأن يرى أكثر منك. فلذلك قال متحدي بكلام الله القديم، عندما قال إن التحدي حصل به ومن ثم عجزوا عنه لكونه من كلام الله القديم، هذا قال لا يقال به، لأنه لا يطاق، والتكليف لا يقع بما لا يطاق، بل إن في وقوعه وجوازه، في جواز جوزه عقلا أو سرعا أن يكون، وفي وقوعه نقاش طويل في مباحث الكلام. ولذلك قال سيدنا الشاطبي رحمه الله في مدخل العقيلة: ومن يقول بكلام الله خطبهم لم يعني ومن يقول بكلام الله معجزه فلم ترى عينه عينا ولا أثرا، شافوا الوجه ما لا يطاق ففي جويز كلفته وجائز ووقوع عضلة البشر. هذه مسألة معضلة، هل يكلف الله بما لا يطاق؟ هل يجوز هذا؟ ثم هل وقع كي لجوزناه على مستوى الإمكان؟ هل وقع فعلا في شريعتنا تكليفه بما لا يطاق؟ وهذه يعني مسألة تبحث في حين الكلام، ودفعش بهذا القول. ثم حتى الذي يسلم بأنه هو كلام الله القديم، وبالتالي هذا إنما يقال لمؤمن بالكلام، فإذن خرج تحدي عن سياقه، فرد هذا القول بهذا. وحتى الذين قالوا بأن فيه علوم الغيب، ولذلك هؤلاء المتحدون أن ليس عندهم علم الغيب، وبالتالي حصل تحدي من هذه الجهة، قالوا هذا إنما يقال لمن يسلم بأن في القرآن علوم غيب. فلذلك ضعف هذين القولين وإن صدر بهما لينحيهما، وأبقى على القول بأن تحدي إنما جاء من حيث كونه حاجة قمة البلاغة بيانا وبداحة. في المضامين صحة معاني، وفي الموازين قمة نظم وبداعة حكم، بداعة أسلوب، فصحة اللفظ وصحة المعنى وبداعة النظم، ثلاثة كلها ترجع لمسألة المسمى بالإعجاز البياني. فإنما اجتمعت هذا الشيء في كلام، ما يمكنش يكون بلغش قمة بيان، يكون اللفظ المنطقة أفصح لفظ في الباب، وأن يكون التركيب أجل تركيب، أجل نظم، يعني النظم يبدأ بالتركيب الصغير ثم ينتهي بالسياق والأسلوب، النظم له مستويات ومعارج، وصحة المعاني المبينة، لأن التاهية لا يمكن أن يفصل المعنى عن المبنى، صحة المعاني وصدقيتها. وهذا ما أخذ من قول الله تعالى: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، أي بلغت تمامها في جانبين، الصدق في يكون الصدق في المضامين، صحة المعاني، الصدق والتطابق والكمال، قالوا هذا حلاوة صادقة، معناها بلغت القمة، ما شوبش بشيء ندخل عليها نقصا في الحلاوة، هذا شيء صادق الحلاوة، هذا عسل صادق الحلاوة. فالصدق الفائقية كما الصدق التطابق، فلا يجيء الخلف حين يعرض على الحقائق، ولا يوجد شيء يرقى إلى مقامه حين تجرى المقارنات. لنقول صدق المضامين وعدل الموازين، والموازين عندنا ميزانان، ميزان نظم عدل، والعدل هنا النسق الجمالي، النسق الجمالي في نظم الكلام. وإن شاء الله من يعطينا الله شوية البيان وشوية ذوق البيان، وهو قمة في الملكة، قمة في ملكة البيان، عندما أتي سلقة وعددا لا يذهبوا، وعندما أتي تعلما واكتشافا، وهذا فيه بقية إن شاء الله تقوم بها الحجة على الباقي. أتذكر كلمة
لمخالف لنا في الدين وفي الوجهة. فجروا معه حوارا وكان أجيبا، تخصصات أدبية في لغات عدة ومنها لغة القرآن. فجل أصله اليهودي وهو مع محوره، كشف عن أوراقه جهة الأصل، وكان يستدل في كل مسألة بيانية بالقرآن. فقال له محاوره متعجبا: أنت مسلم أنت؟ قال: أنا لست مسلما بهذه الكتلة، ولكن كتاب مثل هذا ينبغي لكل متخصص في البيان أن يقرأه وجوبا، ويجب قراءته على. ولو زاد، نرجو الله أن يفتح عليه، لو زاد لعرف أنك تحتاج إليه حتى في الجوانب الأخرى، لكن هذا بلغه من العلم، وعسى الله أن يرقيه إذا صدق، لأنه من صدق لقي العجب في مجتنيات حصاده. القرآن العظيم معجز كما رجح سيدنا ابن عطية برصفه، رصف ونظمه، رصف أصل التركيب، النظم تمام التركيب. نقول لك: إنا أعطيناك الكوثر، هذه آية مرصوفة الشكل، وصفت على هذا النحو بتقديم المسند ضميرا، إنا بضمير العظمة، وأعطيناك بدل آتيناك، والخطاب بالكاف، والكوثر فوعل الذي يدل على الكثرة حين كجوهر كما تقول، جوهر معناها المتلمع غاية بحيث لا يخفى لمعانه ولا نفشته، جوهر فوعل كوثر. والكوثر هنا كوثر في جوانب، شيء اختصار، إن اختصرت الذات العالية وأعطينا اختصرت العطاء. والكوثر الموضوع المعطى، شوف ليه التركيب بدا هذا، هذا رصف. فصلي لربك وانحر، صلي وصل، انحر لتعطي، وصلي لتشكر إلهك، وانحر لتعطي المسكين والفقير، صلاة وصلة. فصلي، إذا كنا قد منحناك فكن في مقام الشكر مصليا وواصلا، صلي وانحر، ولا تهتم بعدوك، إنك كفيناك المستهزئين، شانئك ومبغضك وحاشيتك فيما أعطيت وأهلت إليه هو المبتور مقطوع الذنب لن يبقى له أثر، مقابل كوثر المبتور المبتر. لما تقرأ في النسق النظم تقف على بجاحات، قال فيه الإمام الرازي رحمه الله: هذه أقصر صورة حصل به التحدي، بل إن التحدي في كل جملة منها ففيها ثلاث معجزات، مش فيها أي تحدي واحد، فيها ثلاث معجزات، صورة فيها ثلاث معجزات. قلنا من جهة المعجزات، قال: الإعجاز بالبيان الغيب الذي سيأتي. فهذه الصورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده شيء، ما زال مغلوب من عدوه، ما زال في محل ليس الغنى، محل. ثم لما سلم يسلم يعطى بعد، قال: إنا أعطيناك، أي سنعطيك. والكوثر أول تجليته كثرة الأتباع، وهذه إلى يوم القيامة، هذا نبأ غيب تحقق بالصورة ولم يكن سعد نزولها موجودا. صلي لربك وانحر، يدعو عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أن ينحر الإبل، وهذا حصل في حجة الوداع وفي العمر التي اعتمر صلى الله عليه وسلم قبيلها، فنحر يعني 63 من الإبل العتق صلى الله عليه وعلى آله، وساق 100 بدنة صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا شيء من الغنى حصل له صلى الله عليه وسلم، كثرة الأتباع وكثرة المتاع الذي يخدم به الدين، ما صلى الله عليه يعيش بالمال لنفسه كما هو حالنا. فإن شانئك هو الأبتر، الذين كانوا يدعون عليك بأن محمد ليس له عقب من الذكور وسينتهي، تربصوا معه، إنا متربصون به، نتربصوا بل نتربصوا به ريب المنون، أي أحداث الموت، أحداث الدهر ونكباته، سينتهي محمد كما انتهى، هكذا كان يقول الشانئون والمبغضون.
هو الأبتر. فقطعوا واحدا وبطروا بترا تحت شهوده صلى الله عليه وسلم. فسورة قصرى فيها آية كبرى حققت بهذا التحدي بإعجاز الغيب الثلاثي، ما حصل له صلى الله عليه وسلم مع خصومه، وما حصل له في دنياه، وما حصل له من كثرة المؤمنين برسالته وأتباعه صلى الله عليه وعلى آله. عمر النبوءة المبارك 23 سنة، وصل الإسلام إلى جزيرة العرب واستوى، والسنة الثامنة كان النبي مع موعد لمراسلة الملوك الذين هم على أطراف الجزيرة ممن كانوا يحتلون أطرافها. زمن الرسائل، كان يراسلهم إلى هرقل، إلى كسرى، إلى استوت الجزيرة 23 سنة من عمر النبوة المبارك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ على إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. وجابع فنقول هناك وجه من وجوه الإعجاز عرض له ابن، وهو الإعجاز بالصرفة، والقائل نبي معروف من أهل الإعجاز. وهؤلاء يعني حين يحاولون الجدال عنه يعني لا يأتون بشيء. أولا حرفوا الإعجاز عن مساره، لأن المعجز القرآن، فصار المعجز الصرفة وهو فعل الله، من قالوا الله صرفهم، وإلا فكانوا كان بإمكانهم أن يأتوا مثل القرآن لفصاحتهم، وهذه شواهد شعرهم يقولون، ولكن الله صرفهم، معناه أدهلهم عن محاولة الجمع. هو يحتهم ويتحداهم وهم يحاولون، وقد حاولوا. انظر الوليد بن المغيرة حين دعاه أبو جهل بأن يقول في القرآن قولا، لما قال فيه شهادة بالصدق وكان كافرا أنصف، فقال الله إن له لحلاوة إن علي لطلاوة وإن علاه لمغدق وأسفل إن أغناه علاه لمغدق إن أدناه لمغدق وعلاه لم. حين وصفه بأوصاف تشهد لكمال الكتاب قال له بلغني عنك كيت وكيت، ولن ترضى عنك كذا قومك وآلهة قومك إلا إذا قلت فيه كلاما يسرهم ويعجبهم ويبصل هذا. فكان كما قال القرآن يعتصر، تعرف شو واحد بيكتب شي كتبة كبيرة وما تخرج ليش؟ لأنه يريد أن يخالف ما يعلم وما يعرف ويتيقن. فقال تعالى إنه قدر، إنه فكر أي طويلا وقدر لكي يقول، فقتل كيف قدر، جملة اعتراض معناه ملعون هذا التقدير، لأنه تقدير على غير السبيل، إلهام شيطاني. ثم قتل كيف قدر، ثم نظر أطال النظر، ثم عمس، ثم بصر أطلق سريرة. هذه تجليات انعصار يعيش في باطنه نوع من الصراع مع هذه الكتبة التي يريد أن يخرجها. قال إن هذا إلا قول يؤتر، قول ينقل، إن هذا إلا قول، ما يؤتر فأصله بشري. فحاول حتى في كتبتي أن ينزلها تنزيل متوسطا، هذا قول مأتور، هذه شهادة أخرى فيها مرارة عليه. ثم بينزل عليه القول الذي يريدونه، هو قول بشر ليس قولا إلهيا وإنما هو من عنده. الكفار لا يشكون في أن هذا القرآن متلقى من محمد، وأنه بهذه الصفة من البلاغة بشهادتهم، وأنهم في بينهم وبين أنفسهم لا يجدون قدرة على أن يأتوا بمثله، وإلا لما قاتلوا النبي واستهانوا بالنفس والنفس، مع لو كانت تكفيهم المعارضة لفعلوا واسقطوا حجته صلى الله عليه وسلم، قالش ده. ولكن لما ضحوا بالنفس والنفس وبالتغريب عن البلد وبتقتل الولد مقابل أدل على أنهم عاجزون فعلا عن الإجانة بمثله. من قال صرفتهم محت نصرتهم وفر الدواعي فلم يستنصر النصرة، سيدنا الصوفي رحمه الله. وقال في الأخير وعلم بأن كتاب الله خص بما تاه البرية عن إسيانه ظهرا، وقال مشيدا برأي الباقلاني رحمه الله، أبو بكر بن الباقلاني بن الطيب الباقلاني، لله يضر الذي تأليف معجزه والانتصار له قد أوضح الغرر.
كتاب المعجز والانتصار لنقل القرآن كتابان يكمل بعضهما بعضا في مسألة الإعجاز وبيان وجوهه ومقارنة أسلوبه بأساليب القوم. كتاب دقيق جدا ومهم، لكن يحتاج إلى صبر وإلى أهلية. أنا قارئ من غير مؤهل يبدو له وكأنه ليس بشيء وفي إطالة يعني غير مرغوبة ونحو ذلك. إذن القرآن إن شاء الله معجز ببيانه. لماذا؟ لأن العرب كانت أمة بيان، كانوا فصحاء. قال تعالى بل هم قوم خصمون. خصم هو بالغ الخصومة بالبيان. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ولا يأتونك بمثل، سيمي مثل أي بقول يضرب به المثل حجة في البيان، إلا جئناك بالحق وأحسن منه، يعني أحسن تفسيره أحسن بيانا منه. لكن هذا المدخل للبيان لا يعني أن الوجوه الأخرى المذكورة من علوم الغيب، إن علوم الغيب ليست مضطردة في القرآن، والإعجاز من شرط أن يكون مضطردا، سيكون في كل القرآن. وما دامت علوم الغيب سواء كانت غيب ماضي أو غيب آتي أو غيب قائم، القائم هو الموجود في الكون والموجود في النفس، مما يسميه بعض باحثين في الإعجاز بالإعجاز النفسي، يكون أحيانا يحدثك عن نفسك وعن نفاقها وعن شحها، وتجد كان القرآن يدخل إلى مسارب النفس ولامس هذه الأعراض واحدة واحدة ويحل العقد، ومرجعه إلى معالجة عقدتين الإعجاز النفسي في القرآن، الجدل والملل. حين تجادل للدفاع عن نفسك وموقعك وانحرافك، وحين تمل فطورا بأسباب مختلفة فيما ينبغي ألا تمل فيه وتستمر ليثمر لك السعي. فهذا مرجع العلل النفسية في الكتاب، وعلى أساس منها قام إعجاز النفس في الكتاب، الإعجاز النفسي الذي يطلعك على أصول أصول ما تنحرف به النفس أو تقوم، بناء على أن معرفة الداء مقدمة الشفاء. خلق الإنسان من عجل إنه كان قطورا سأل ظلوم كفار، وحضرت الأنفس الشح، ومراجع هذه كلها المختزلة فيما سميناه الجدل والملل. في الملل علة في الإرادة، أصبحت في فطور وعكس في المسائل التي، والجدل علة في الرؤية ومظهرها كلامي، ما فهمش مزيان تعاند فيجادل، أو تفهم البعض ويغيب البعض فيجادل للدفاع عن نفسه وموقعه لا عن الحقيقة. وذلك وضر الجدل وهكذا بإطلاق في مظاني دم، وإن أريد مدحه وصف بالجدال بالحسنى وجادلهم بالتي أحسن، ولا تجادل إلا بالتي هي أحسن، بينما المطلق وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وجادلوا بالباطل ليزحزوا به الحق فأخذتهم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون منكم. ماذا تصنعون؟ أي علم هذا؟ أي عمل هذا؟ مدخل البيان إلى وجوه أخرى من الإعجاز، من الإعجاز الغيبي بعلوم الغيب، تعلقش بماض أو آت أو قائم. تقول لي قائم مثل آدم غير النفس في الآفاق، قصة الوجود تلقى إشارات في القرآن تختصره بحوتا عظمى ولا تزال مفتوحة لم تقطع رغم وجود الإمكانات. أولمر الذين كونوا السماء والأرض كانتا رتقا ففتقناهم، دلالة البيانية تقول إن الرتق هو الشيء المتصل بقوة، والفتق هو فك المتصل بقوة أخرى. ونظرية الانفجار الكوني اليوم هي النظرية الوحيدة التي يفسر بها نشأة الكون، البقية لم يجي بعدها ما ليس بديلا عنها إلا اليوم. كيف حصل الكون بدأ الانفجار، وكيف صارت هذه الكواكب التي بعضها متولد من بعض؟ فالأرض بنت الشمس والقمر بنت الأرض، والدليل فيها انظروا إلى داخلها كله
مواد شمسية صحيح في جانب كبير منها وكله ملتهب، وإنما بردته القدرة بأسرار غيبية كبيرة في القطبين. احنا نرى على واحد الأرض كلها بركان، وتبريد القرنين لتكون مهادا، جعل لكم الأرض، وفي الجعل تصير، وفي تصير تغيير قهري، تبولي لغة الكتاب. المدخل البياني إذن مدخل لوجوه أخرى من الإعجاز كالإعجاز الغيبي. ثاني الإعجاز التشريعي، نظم التشريع، عندكم صحاب هذا هذا النشي نظم التشريع، وده إن شاء الله يجي هنا في سورة البقرة أمثلة لهذه الأنواع من النظم في التشريع. تشريع القصاص في حد ذاته، القصاص الجنايات أحكام الجنائية نظامها حكمها مقاصدها ترتيبها وسائلها نظام إعجازي. لو قرن بالنظم الجنائية عالميا في أي زمنة ظهر تفوق هذول من أنواع النظم التشريعية في الكتاب، وكيف لا، هو تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من عليم حكيم، والعليم المحيط بخفايا علما، والحكيم الذي لا يخطئ يضع الأشياء لحكم ومقاصد، والخطأ إنما يجيء بالقصور في هاتين كمالين، قصور العلم وقصور الحكمة. لمش يكون عنده معرفة ولكن لا يعرف أين يضع الأشياء مواضع، عليم غير حكيم، أو حكيم ولكن العلم مادة المعرفة نقصا، فيجيء القصور في أجاء المهام، والله عليم وحكيم. فمش ما يجيء كلامه وصفا ممثلا لوصفه، فيه من علمه وفيه من حكمته. إذن عندنا وجوه أخرى تكترت، فوصل بها بعضهم إلى 40 أو 50 وجها، ووصولها التي ذكرتها حلم الغيب والإعجاز والنظم والبيان. هناك إعجازات فرعية مما بلغني مؤخرا الإعجاز في التعريب، ولذلك أخرت فضل التعريب، وهو الإعجاز في تعريب الأعجمي، وجه من وجوه الإعجاز. فرددت لكم هذاك الفصل تاع المعرب، وهو قوله باب ما جاء في الألفاظ التي لكلام العجم تعلق بها، من الألفاظ الأخرى دول الكلام لكلام الأعاجم أو العجمي أو العاجم تعلق ببعض الألفاظ، كيف حصل هذا، وما هو وجهه الذي عده بعضهم، وهو بحث فائق، لأن صاحبه كان له علم بلغات كثيرة مما تنزل بها الكتاب، من السريانية ومن العبرانية ومن النبطية ومن القبطية ومن الحبشية ومن الفارسية والرومية، 9 لغات الكبرى، وفيها من أجلتنا وفيها البربري، عندك نساكم أيضا. فاللهم نسيكم وقد نزل الكتاب للعالمين، لابد أن يكون فيه بعض لغات هؤلاء الذين نزل الكتاب، سبحان من أنزله لكلهم. ففي شيء من ذلك نتعلق به إن شاء الله، ليفتح الله الباب لإدراك هذه الأسرار. فالنبي بالأصالة عربي ولكنه بالحكم عالمي، فلسانه عربي ورسالته عالمية، وهذه المعادلة بين أصالة العروبة وفصاحة ولسانة وبين عموم الرسالة دعوة وهداية، معادلة هنا ينبغي أن تؤخذ بالميزان حتى تفهم أسرار التشريع والتنزيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تخوفنا به عينا مصائب الدنيا، وامتحنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا بعد ما بقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، جعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا حلاوته وتلاوته، وارزقنا حلاوته وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعلوا لنا حجة، واجعلوا لنا حجة يا رب العالمين، واجعلوا لنا حجة يا رب العالمين، سألوك الهدى والتقى والعفاف، وارضنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم رحمة واسعة، واغفر لهم مضيعهم من حقك، واغفر لنا مضيعنا من حقوقهم، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.